بالكسر لا بالفتح. يقولون شاهد عيان، والصحيح عيان بكسر العين لا بفتحها. ويقولون كيان بفتح الكاف، والصحيح كيان بكسر الكاف. ويقول بعضهم مأزق، والصحيح مأزق بالكسر لا بالفتح. ويفتحون باء الفاكهة المعروفة ويقولون بطيخ، والصحيح بالطيخ. ويقولون زاد الطين بلة، والصحيح بلة بالكسر لا بالفتح. وبلقيس بكسر الباء وفتحها خطأ. وصهيون بكسر الصاد وسكون الهاء وفتح الياء، وفتح الصاد أو ضمها وضم الياء غلط. والفراسة بكسر الفاء وفتحها لحن. والمساحة بكسر الميم لا غير. وما كان على وزن فعالة مما هو بمعنى الصنعة أو الحرفة للمصدر، نحو الوزارة والسفارة والصحافة والنقابة، فهذه بالكسر لا بالفتح.